احنا ليه كسنة بنخاف دايما من انتشار التشيع، بس هم ما بيخافوش من انتشار السنة. مين قال؟ انا بسألك. طيب، اولا ما فيش حاجة اسمها احنا بنخاف. حضرتك لو عندك ابنك الله يحفظه او بنتك الله يحفظها، والمسلمين جميعا الان ليه ماشيين بكمامات؟ عشان كورونا، في وباء. الفيروس قد ايه؟ انت بتشوفيه بعيني؟ لا طبعا ما بشوفوش بعيني. فانا اقدر دلوقتي اقول ان المسلمين خايفين من حته فيروس، ولا احنا بنعمل وقايه؟ وقايه بالظبط. اللي انا بعمله للمسلمين هي عمليه وقايه وحمايه من هذا المرض، انا اعتبره مرض لانه يؤدي بك للتهلكه. المرض الدنيوي بينتهي منه، لان ده مرض ينتهي، لا ينتهي الا بالنار والعياذ بالله. اعوذ بالله. اما في الاتجاه اخر هم خايفين. لا مش خايفين. طب انا في مقطع، معلش، هم بيهددوا السعوديه، بيهددوا عندنا بلاد الحرمين. حاضر، في كنترول. عندنا مقطع تهديد. طيب ماشي، يلا اتفضل. عايز اشوف بس احنا ليه بنخاف اللي معانا من المسلمين؟ لا مش دام. ويا ميكائيل، إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر. أنا يا رب اجعل عمري هو الأطول. أنا يا رب اجعل عمري هو الأطول. السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام يا مقدم الخير. أتحبني يا صغير؟ نعم يا رسول الله. أكثر من عينيك؟ أكثر يا رسول الله. أتحبني أكثر من الله؟ أظن أن دي لوحدها مصيبة. لا، وفي نهاية الفيديو لو الحسن يقول تحبني أكثر من الله، تجسيد سورة النبي، ممكن ده دور الإعلام بالمناسبة. طب ده خطر على الأطفال، لو طفل سني مثلا شايف حاجة زي كده، هو مش فاهم، أو والدته أو بابا قاعدين مش قاعدين معاه، شايف حاجة زي كده، أعتقد هتأثر عليه. ده اللي احنا بنقوله بقى. هي مش عملية خوف، هي تمام. عملية وقاية. أنا لما أطلع المسلمين أن يوصلوا لمرحلة أن صوت ربنا سبحانه وتعالى بيتجسد، وأن اللي بيتكلم ده هو صوت ربنا عز وجل، والطفل لما يكبر او يمشي في العمر شويه ويسمع نفس الصوت في قناه ثانيه او في مكان ثاني، ده صوت ربنا الحقيقه، مو صوت ربنا اهو. ده معنى ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش نهزر في الذات العليا، ما ينفعش ان احنا نضع الذات الالهيه للتجربه. اما احنا اصلا عندنا اختلاف في تجسيد سوره الانبياء، الصوره مش الصوت. ليه؟ لان انا ما ينفعش اشوف الممثل ده في وضع معين، ان هو بيجسد صوره النبي معين، وفي مشهد اخر من فيلم او مسلسل اخر طالع بطريقه تانية، واقول النبي اهو، او يتعلق في طلعت في او تتعلق في الاذهان الصوره. تمام. بتثبت في الاذهان الصوره دي. تمام، خلاص. فانا ثبتت في دماغي ان دي صوره النبي، خلاص. وفي نهايه الفيديو بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للطفل: اتحبني اكثر من الله؟ لا اله الا الله. يعني هذه العقيده اللي بيحاولوا ينشئوا، احنا بنحمي اطفالنا منها، بنحمي المسلمين منها، مش عاوزين اطفالنا تطلع عندهم الخرافات او العداءات اللي بيربوا جواهم، العداءات ضد اصحاب النبي محمد، ضد المسلمين، لان كل المسلمين عندهم مرتدين الا هؤلاء فقط، هم اللي هيخشوا الجنه، وبس هي دي الفرقه الناجيه. لا، هي انما على الجانب الاخر هم ليه ما بيخافوش؟ لا بالعكس، احنا في الوسط الرافضي او الشيعي كثير من العمائم دخلت الاسلام بفضل الله عز وجل. انا بتكلم بقى على عمائم اللي هم اصلا كانوا علماء دين. تمام. يعني ان كان تشيع من اهل السنه فهو بيتشيع بعض البسطاء لاهداف مغريه بسيطه، مثلا اذا كانت اهداف ماديه او اهداف اخرى هم بيدعوا اليها. اما من بيدخل الى الاسلام بفضل الله عز وجل منهم بيكون من احد علمائهم بعد بحث، وبيكون عندنا مثلا الشيخ حسين المؤيد. الشيخ حسين المؤيد كان من كبار علماء الشيعه الاثني عشري، بعمامه شيعيه سوداء، كانوا بيعتبروه من اهل البيت قديما، وكان بيعتقد بنفس اعتقادات الشيعه من تحريف وكذا وكذا، لكن الراجل اعمل عقله
وبدأ يبحث ويفكر ويدور، بفضل الله أسلم الحمد لله.